بنتكلم على الالات امبارح عملنا ديفلوبمنت، النهارده هنتكلم على الاناتومي اوف يورينري بلادر. الديفلوبمنت اوف يورينري بلادر بسيط قوي ومش هياخد وقت كتير. اول حاجه هنتكلم عن يورينري بلادر مراحل نموها. في العيال الصغيره اولاد بنلاقي ان اليورينري بلادر قريبه من الابن. يورينري بلادر في العيال الصغيره في البيرز بنلاقي ان اليورينري بلادر يا اولاد هتلاقيها موجوده في الابدومن. بعد كده بيبتدي الجسم بيكبر فبينزل على البلفس وبتبقى من المكان بتاعها. طيب لما بيحصل ان هي بتكبر يا اولاد ممكن توصل للامرايتس. لما بيحصل فيها اولاد ريتنشن اوف يورين ممكن تحسها عند الامرايتس كمان، ممكن توصل ان هي ايه توصل للامرايتس. خلاص يا دكاتره معايا ولا مش معايا؟ بنشوفها كتير قوي يا اولاد، خلي بالكم بقى بتعمل لها بركشن كده على الايه؟ ناحية تحت الامرايتس او من فوق الايه؟ السيمفيس بيوبس. لما تيجي تخبط ممكن تلاقي فيه نوع من الايه؟ انواع الايه؟ لما تعمل بركشن عليها بتلاقي فيه صوت الايه؟ الميه جوه الايه؟ اليورال بلادر. معايا يا ولاد؟ ماشي يا دكاتره؟ طيب شكلها ايه؟ شكلها لما بتبقى مليانه غير لما تبقى فاضيه. لما بتبقى مليانه بتبقى اوفويد وتبقى مالهاش شكل يعني. بتبقى شكلها كده ماشي. انما لما بتبقى فاضيه يا اولاد بتبقى ليها ها عامله شكلها عامل زي الهرم. بيراميدال ان شيب. ماشي يا دكاتره؟ ليها ايبكس وليها بيز خلاص؟ وليها نيك من تحت. وليها اثنين سوبيريور لاترال انجل. بتبقى شكلها شكل الهرم كده. ليها ايبكس خلاص وليها نيك من تحت خلاص وليها اثنين سوبيريور لاترال انجل خلاص. يبقى عنديها كم انجل هنا يا اولاد؟ اربعه انجل زي ما انتم شايفين. ها ليها اول حاجه الايبكس خلاص. والايبكس لو انتم فاكرين كانت ماسكه في ايه يا اولاد؟ لسه قايلينها امبارح. الميديان امبرايكال ليجامنت او اليوريكس. خلاص يا اولاد معايا؟ ها؟ او الالنتويز. الالنتويز كان الاول، بعد كده بنسميها اليوريكس او كاراكس. معايا ومش معايا؟ بعد كده بيحصل له فايبروسس ويبقى اسمه ميديان وموجود في ايه؟ في القلب. يعني تفتح بطن العيان من تحت تلاقي فيه ميديان امبرايكال ليجامنت ماسك من عند الامرايتس لغايه الايبكس بتاعي الريرنر. تمام يا دكاتره؟ ليها كام انجل هنا؟ قال ايه؟ زي ما قلنا الايبكس او الانتيريور انجلر ماسكه في الاي في الميديا الامرايتس ليجامنت خلاص؟ وعندك هنا نيك هنا. دي اللي بتكونتينوس مع اليوريسرا. دي بتكونتينوس مع مين؟ مع اليوريسرا. وعندك هنا اثنين سوبيريور لاترال انجل. السوبيريور لاترال انجل دول بتوع مين يا اولاد؟ دخول اليوريترز. اعجاز في المولى يعني اعجاز في خلق الايه؟ اليورال بلادر. هتشوفها دلوقتي اعجاز سبحانه وتعالى لما ليه عملها في اليورال بلادر. لان هي مكان لتخزين الايه؟ اليورين. مش مكان بس كده، يعني انت لما تيجي تعمل مخزن يا اولاد انت واخد بالك؟ بتفتح كده حته كده تحت الارض وتقوم تعمله مخزن وخلاص. لا، ربك سبحانه وتعالى لما جه عمل لك المخزن عملها بتنظيم الهي سبحانه وتعالى. خلاص؟ له سبيرو الانجل اهي، سبيرو سيرفس اهو. خلاص؟ ولو بيز زي ما اتفقنا او بوستيريو سيرفس. خلاص؟ وعندي كمان سيرفس ثاني، اثنين سيرفس بنسميها انفيريور لاترال انجل سيرفس. يبقى في انفيريور لاترال سيرفس وفي سوبيريور سيرفس وفي بيز او بوستيريور سيرفس. معايا ولا مش معايا؟ يهمني في اللعب ده كله ايه يا اولاد؟ يهمني يا اولاد في اللعب ده كله الريليشن بتاع كل سيرفس. وبيختلف طبعا الميل عن الفيميل، خلي بالك. دي بقى ايه؟ دي اللي فيها اللعب وفيها الايه؟ الامتحان بتاعها. تمام يا دكاتره؟ طيب. يبقى عرفنا شكل الايه؟ شكل البلادر يا اولاد، وهي فاضيه وهي ايه؟ مليانه. انا يهمني وهي ايه؟ فاضيه. تمام؟ طيب البلادر مكانها فين؟ اهو. مكانها فين يا اولاد؟ هي اصلا مكان وراها ورا السيفيس بيوز. التقاء التو بودي بتاع البيوز
هي ورا على طول. التقائهم بنسميه سيمفيز بيوز، هي ورا السيمفيز بيوز. خلاص؟ وبتبقى في الفيميل بتبقى قدام ايه يا ولاد؟ ها؟ قدام زي ما انتوا شايفين البرادر هنا، البرادر اهي، خلاص؟ يبقى قدام مين يا ولاد؟ ها؟ الفاجينا والايه والجزء التحتاني من اليوترس. خلاص؟ ده بالنسبه للميل، طب بالنسبه للفيميل هي ورا ولا السيمفيز بيوز؟ تمام؟ معايا ولا مش معايا؟ خلاص؟ وقدام مين مين يا ولاد؟ قدام الريكتوم. خلاص يا دكاتره؟ ده بالنسبه لايه؟ للايه؟ الوضع اليوريلا بلادر. طيب الريليشن ده ها؟ في عندي سوبيريور سيرفيس وعندي البيز. السوبيريور سيرفيس يا ولاد زي ما انتم شايفين في الميل غير الفيميل. في الفيميل يا ولاد بتلاقي اليوترس. لان اليوترس يا ولاد انتوا ما خدتوش طبعا لسه هتعرف ان اليوترس يا ولاد ها؟ مكفي قدام. بنسميه انتي فيرتد انتي فليكسد. هتاخدها ان شاء الله. انت واخد بالك تلاقي اليوترس عامل كده فتلاقيه محوط الايه الايه اليورال بلادر من فوق ومن ورا، يعني جاي من ورا طالع لقدام ومحوط ها السوبيريور سيرفيس اوف ذا ايه يورينال بلادر. فمانع الايه ها اليوترس، اليوترس مانع الايه اليورال بلادر ان هو يبقى له علاقه بالسمول انتستين، لان هو مانع السمول انتستين. ماشي؟ طيب خد بالكم كمان هنا بقى هتلاقي مفيش هنا يوترس في الميل، يبقى هيبقى ريليتد لمين يا ولاد؟ ها؟ للسمول انتستين والبلف كولون. قبل ما يبقى ريكتم كان يبقى البلف كولون يا ولاد اللي هو السيجمويد كولون. ساعات بنسميه بلف كولون. خلاص كده يا دكاتره؟ ده بالنسبه لمين؟ للسوبيريور سيرفيس. طب البيز بتاعي اهو لسه ما جبناش. طيب البيز بتاعي، البيز هنا يا ولاد اليورال بلادر فين اليورال بلادر؟ فين اليورال بلادر؟ اهو ادي اليورال بلادر اهي. ها؟ احنا قلنا البيز بتاعتي او البوستيريور سيرفيس ريليت لمين يا ولاد؟ ها؟ هيبقى ريليت للفشايا زي ما اتكلمنا، زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت، صح كده؟ طب في الميل بقى مين اللي ورا اليورينال بلادر؟ مين اللي ورا في الميل؟ ها؟ يا ما تقوليش الريكتوم، لا ده في استراكشر قبل الريكتوم ودي مهم. ها؟ في عندي ايه يا ولاد؟ ها؟ عندي اول حاجه السيمينال فيزيكي. تاني حاجه البروستيت. خلاص بس بنص تحت مش ورا خلاص يعني السيمينال فيزيكال والايه والفاست ديفرنس والايجاكولاتي ريدكشن كل دول بيفصلوا الايه البيز اوف ذا اوف ذا يورينال عن الريكتوم. خلي بالك تمام ولا مش تمام؟ ده بالنسبه لمين؟ الايه البوستيريور سيرفيس في الايه في الميل. خلاص؟ طيب الانفيرو لاترال سيرفيس خد بالك بقى اليورينال بلادر ريليتد لمين يا ولاد؟ ها؟ للاوبتريتو انترنس. فين الاوبتريتو انترنس اهي؟ اهو معايا ولا مش معايا؟ خلاص؟ وبعدين كمان ايه يا ولاد في الاوبتريتو انترنس؟ في كمان الايه؟ الاوبتريتو انترنس وفيزيكو. ده بالنسبه للايه؟ الانفيريور لاترال سيرفيس اللي هو السيرفيس ده. طيب الامكس بتبقى ريليتد لمين يا ولاد؟ كونكت زي ما انت زي ما احنا قلنا بالامبلايكس بالميديان امبلايكال ليون. خلاص كده يا دكاتره؟ ده بالنسبه للايه؟ الريليشن. يبقى عرفنا الريليشن يا ولاد، يبقى ريليشن تاني ها؟ يهمني في الريليشن ايه يا ولاد زي ما انتم شايفين؟ ها؟ السوبيريور ها؟ والبوستيريور سيرفيس. خلاص؟ السوبيريور والايه؟ والبوستيريور. انفيريور لاترال سيرفيس كونتكتور انترنس مش مهم عندي قوي. خلاص كده يا دكاتره؟ معايا ولا مش معايا؟ بس انا هعرفها هقول لك انا عاوز الانفيريور لاترال سيرفيس بعد كده في ايه؟ ماشي يا دكاتره؟ تمام؟ يبقى اذا عندي البوستيريور سيرفيس والسوبيريور سيرفيس. البوستيريور سيرفيس بالنسبه للفيميل الفاجينا، صح كده ولا صح؟ السوبيريور سيرفيس بتاع الفيميل هتلاقي اليوترس. طيب بالنسبه للميل البوستيريور سيرفيس بتاع الميل ها؟ السيمينال فيزيكال والفاز خلاص؟ وبعد كده الريكتر خلاص؟ بعد كده السوبيريور سيرفيس بتاع الميل هتلاقي السمول انتستين وايه كمان؟ والبيرفكت بول. خلاص كده؟ تمام؟ ده بالنسبه للريليشن ودي اهم حاجه. طيب تشوف بقى انا كده خلصت الايه؟ اليورينال بلادر بس في ناقص لي حاجه. ايه هي بقى الانتيريور؟ ها؟ انا لما افتح عندنا سكاشن كتيره قوي في اليورينال بلادر هتشوف ان اليورينال بلادر يا ولاد كل الايه عشان تعرف اعجاز المولى سبحانه وتعالى. لما تلاقي اليورينال بلادر خد بالك الدكتور الهيستولوجي يقول لك ايه؟ هو هيخش يقول لك كلمتين في الهيستولوجي. يقول لك ان الميكوزا بتاعتها ها؟ ترانزيشنال ابيثيليوم. صح كده ولا صح؟ بس هي دي العمليه هو جاي من مصر لغايه ان هو عشان يقول لك ان هي ترانزيشنال ابيثيليوم وخلاص كده على كده. لا ده في حاجه ثانيه يا اولاد. ها؟ مش كده وبس، لا
يقول لك ان الميوكوزا زي ما انتم شايفين كده تلاقيها كوريوجيتد او جي. ليه؟ لان هي اصلا ايه؟ بتستندد وترجع تاني تكش، تستندد وايه؟ تكش، فلازم ايه؟ تبقى مكسره من جوه، تمام؟ كل الميوكوزا، كل الميوكوزا ما عدا حته بسيطه عامله زي ايه يا اولاد؟ ها؟ انت لما تبقى عامل يا اولاد خزان تحت في الارض، انت واخد بال حضرتك؟ علشان يشيل يعني عشان يجيب الميه، تمام؟ خلاص؟ هل انت بتسيب الخزان لغايه لما ها يتملي ويخر ميه؟ انت واخد بال؟ لا، ده بتعمل ايه يا اولاد؟ عوامه. العوامه دي تحس بالايه؟ بان الميه ايه؟ صح؟ فبيبقى الخزان كله خزان ما عدا حته صغيره هي اللي بتاعت الايه؟ العوامه. برضك هنا الميوكوزا هنا تلاقي الميوكوزا كلها كوريوجيتد ما عدا حته، ما عدا حته، خلي بالك، ما عدا حته ما فيهاش الكوريوجيشن دي. معايا ولا مش معايا؟ طيب انت حاطط العوامه يا اولاد ناحيه مين يا اولاد؟ مش ناحيه الماسوره اللي جايبه لك الميه؟ صح ولا مش صح؟ هنا برضك الحته اللي انا قلت لك عليها دي، انت واخد بال حضرتك، بتبقى جنب الحته اللي فيها الايه؟ اللي فيها الميه. شوف 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 الاعجاز بتاع المولى سبحانه وتعالى. هذه المنطقه يا اولاد ها اسمها ايه يا اولاد؟ اسمها ترايبل. ترايبل لانها مثلثه في الشكل. الله، شوف شوف الاعجاز بتاع المولى سبحانه وتعالى، تلاقيها ترايبل. الترايبل دي مثلثه في الشكل، وتلاقيها شكلها مش كوريوجيتد. مش كوريوجيتد، تلاقيها سموث. ليه؟ لان هي لو كوريوجيتد هتستنى لغايه لما ايه؟ ها؟ تتشد. لا، هي اصلا مشدوده جاهزه بحيث ان هي تبقى هي السنسور بتاعك، هي الحساس بتاعك. ها؟ اول ما تحق او ما كله يشد تبتدي هي تشد. اول ما تشد تحسسك بايه؟ بانها مليانه، الادرار مليانه، تقوم داخل الحمام. طيب ليه يا رب انت عملت لي ترايجون جنب الفتحات بتاعه البول؟ اهو فين عملها؟ ايه بقى يا اولاد؟ هنا اهو عند ايه؟ ها ادي الايه؟ ادي السوبير لاترال ايه؟ ده الاوبنج بتاع مين يا اولاد؟ اليوريتر. وعندك الابس عندك هنا دي فتحه مين يا اولاد؟ يا سلام، شوف المولى سبحانه وتعالى عمل لك ايه يا اولاد؟ عشان اول ما تشد، لما تشد تقوم ايه؟ قفلانك فوق وتفتح لك تحت. الله، شايف الاعجاز؟ شايف المولى سبحانه وتعالى لما بيبدع في خزان، حتى خزان الميه ما سابهالكش كده. انت واخد بال حضرتك؟ عمل لك الايه؟ ها؟ الترايبون، ها؟ السوبيريو لاترال انجل بتاعتهم عباره عن الايه؟ ها؟ ده انت لما يجي يكلمك الدكتور على دخول اليوريتر في اليوريتر اعجاز ثاني. اليوريتر مش داخل كده، يعني دكتور الهيستولوجي لما يجي يكلمك بيقول لك ان اليوريتر مش داخل كده، لا، ده داخل بايه؟ بميل كده. ليه يدخل بميل يا اولاد؟ عشان لما يجي يحصل فيه كونتراكشن تلاقي حته تعمل كده اهو، وحته ثانيه تعمل كده، بحيث ان هو ها يتقفل اليوريتر كده، مش مجرد انها فاتحه وبس، لا. ولذلك اليوريتر لما يجي يشرح لك الدكتور بتاع الاناتومي بتاعي يشرح لك اليوريتر يقول لك فيه انترا ميورال باط. الانترا ميورال باط ده اعجاز ان هو مش داخل كده، لا، ده داخل اوبليك. ليه؟ ليه داخل اوبليك؟ عشان لما يحصل فيه كونتراكشن تلاقي الفتحه دي تتقفل تطلع كده والفتحه دي تنزل كده، بحيث ان زي ما تقول ايه؟ ها؟ ايوه، انبوبه وقفلتها كده. شوف المولى، شوف اعجاز المولى سبحانه وتعالى ورسمه، انت واخد بال حضرتك؟ هو الذي صوركم في الارحام كيف يشاء سبحانه وتعالى، عملها لك كده بطريقه سبحانه وتعالى ما حدش يقدر يعملها غيره. انت واخد بال حضرتك؟ يبقى ترايبل يا اولاد دي ميوكوزا، ها؟ ان الميوكوزا بتاع البرادر كلها فولدد ما عدا الترايبل، ما تلاقيهاش فولدد. خلاص يا اولاد؟ وشكلها يا اولاد ترايبل. ما بين مين ومين؟ ما بين التو يوريتريك اورفيس في البوستيرو سوبيرو الانجل بتاعتها، خلاص؟ وفي الايه؟ والانترا او الانترنال يوريثرال فيتس. خلاص يا دكاتره؟ معايا ولا مش معايا؟ خلاص كده؟ ده بالنسبه للايه؟ للميكوزا بتاعت ايه؟ الميكوزا بتاعت ترايجون عباره عن ايه؟ سموث والاستيك ونون فاسكولار كمان، ما فيهاش فاسكولار، خلاص؟ معايا؟ ومور
سنسيتيف، مور سنسيتيف. انت واخد بالك معايا ولا مش معايا؟ سنسيتيف لايه يا ولاد؟ لكل حاجه. للايه؟ للديستنشن. مور سنسيتيف كمان لايه؟ لما يحصل فيه التهابات ولا حاجه اكتر واحده بتلتهب لان هي نون فاسكولار هي. ولذلك تلاقي ايه؟ واحد يقول لك ايه؟ ان انا عندك ان انا عندي ها كل شويه اخش الحمام، اخش الحمام بس يخش ما يتصلعش، يتصلع شويه صغيرين ويطلع تاني. ده التهاب في الايه؟ في الميوكوزا بلادر. يقول لك على طول التهاب في الايه؟ في اليونينر بلادر. تمام ولا مش تمام؟ تمام. لان إيه تبقى الايه؟ الترايب بتبقى حساسه جدا للايه؟ للالتهابات والحاجات دي. البلاد سبلاي بتاعها، البلاد سبلاي يا ولاد في عنده سوبيريور وانفيريور فيزايكل. سوبيريور وانفيريور فيزايكل، والسوبيريور وانفيريور فيزايكل دول برانشات من برانشات الانترنال ايليا. يا ولاد ال 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 البلاد سبلاي بتاع اللور بتاع الاورطة يقف لغايه لمبر 4، بعد كده بيديك كومان ايليا. بيديلك ايه؟ كومان ايليا، صح كده ولا صح؟ فطبعا الابدومن الاورطة بيغذي الابدومن، خلاص كده. يبقى انا ناقصني هنا في ايه؟ بعد ما غزل الابدومين ناقصني البلفيس واللور ليمب. عشان تبقى عارف التقسيم، انا مش عاوزك تحفظ، انا عايزك تفهم. خلاص؟ فانت عندك الاورطه طبعا ده مش مهم عندنا في الامتحان، بس انا عاوزك تفهم ان عندك الاورطه بيقف عند اللمبر 4 ويقف على كده، خلص خلص الايه؟ الابدومين. بعد كده بيديلك اثنين كومان ايليا، صح كده؟ كل كومان ايليا بيتفرع لفرعين. اكسترنال وانترنال، اكسترنال للور ليمب والانترنال للبلفس. الانترنال ايه ده؟ للبلفس. خلاص كده يا دكاتره؟ الانترنال ايه بقى؟ له ايه؟ له انتيريور وبوستيريور ديفيجن. له انتيريور وبوستيريور، الانتيريور للفيزي للفيزرا بتاعت البلفس. يعني ايه؟ اي فيزرا موجوده عندك البلادر يديها سوبيريور وانفيريور فيزايكل. تمام ولا مش تمام؟ خلاص كده؟ معايا؟ ماشي. بيجي للريكتم يدي لك ريكتم ريكتم براش، خلاص وهكذا. تمام كده. وبيدي لك ديفيجن للايه؟ للوول بتاع الايه؟ بتاع النفس. بس مش مهم عندي، انا يهمني ان السوبيريور والانفيريور دول براشات. طيب بالنسبه للفيميليا اولاد، الانفيريور بيستبدل عنها بحاجه اسمها فاجينال ارتري. يعني الميل عنده انفيريور فيزايكل، الفيميل ما عندهاش انفيريور فيزايكل، بيستبدل عنها بالفاجينا. الفاجينا ده برانش اليوتراين، خلاص كده. هتشوف الكلام ده كله اهو، انا جاي لك طبعا الفيميل اهو، هتلاقي اهو قبل ايه؟ سيبك من الصوره دي، انا عاوز ايه؟ اهو ادي السوبيريور فيزايكل اهو، فين ادي السوبيريور فيزايكل اهو، خلاص. وادي الايه؟ الانفيريور فيزايكل، خلاص. والاثنين من الكومن ايه زي ما انتم شايفين، خلاص. هنا بقى عندك هنا ده السوبيريور فيزايكل اهو معايا، خلاص. وهنا ده الفاجينا بقى، الفاجينا الارتري ده اهو، ادي الفاجينا بدل الانفيريور فيزايكل، خلاص ماشي. يبقى الفاجينا بيتبنز مكان الانفيريور فيزايكل ارتري في الفيميل. طيب البلاد سبلاي ناخد بقى الفينوس برينج. الفينوس برينج يا ولاد هتلاقي عندك هنا في الميل في حاجه اسمها فينوس بليكسس. ايه؟ البلادر بناخد منها فينوس بليكسس حوالين البلادر البروستي، بيخشوا على الانفيريور فيزايكل فين، خلاص. طيب امال في سوبيريور؟ في سوبيريور فيزايكل برضك بياخد من الايه؟ من البلاد. طيب بالنسبه للفيميل، في سوبيريور فيزايكل برضك بايه؟ بيترين بالايه؟ خلاص كده يا دكاتره؟ طيب سواء سوبيريور فيزايكل سواء انفيريور فيزايكل نفس الارتري، يعني هنا سوبيريور وانفيريور فيزايكل فين؟ يدي يخش في الانترنال ايليا فين؟ زي ما السوبيريور فيزايكل ارتري كانوا برانش من الانترنال ايليا ارتري، خلاص. نفس الكلام في الفيميل برضك، في فينوس بريكسس حوالين البرادر والايه؟ والفاجينا. كان هنا حوالين البرادر والبروستي، هنا حوالين البرادر والفاجينا، خلاص كده يا دكاتره. وبيخش طبعا على الانترنال ايليا برضك السوبيريور نفس الكلام. خلاص تمام. بعد كده النيرف سبلاي، النيرف سبلاي يا ولاد ها، في عندك في سمباثيك وفي بارا سمباثيك. البارا سمباثيك يا ولاد زي ما احنا قاعدين دلوقتي، ممكن واحد منكم يقول لي لو سمحت انا عايز اخش الحمام، صح؟ يبقى انا احنا كده شغالين بايه؟ بالبارا سمباثيك. يعمل ايه البارا سمباثيك؟ يعمل كونتراكشن للون وريلاكسيشن للسفنكتر، خلاص كده يا دكاتره. طيب احنا عارفين الكلام ده اهو. طيب جاي منين؟
جاي من صخرة اتنين وتلاتة واربعة. تمام ولا مش تمام؟ ده بالنسبة لمين؟ لليورينال بلادر. تمام؟ طيب ده البلس المسالك. طب السمساتك بيجي منين؟ ها؟ بيجي من الثراسك، لأن الإيه؟ السمساتك من إيه؟ طيب البلس المسالك هيعمل لك كونتراكشن للوول وريلاكسيشن للإيه؟ للسفنج. خلاص؟ طيب السمساتك فايبر هي بيستخدم العكس بقى، ان هي يعمل ريلاكسيشن للوول وكونتراكشن للسفنكتر. عشان كده اللي في الامتحان ها يجي يقول انا عاوز اخش الحمام اعرف ان هو ها لا ده مبسوط قوي عمال يفكر ازاي ها يخش الحمام عشان ايه يغش. صح كده ولا صح؟ تمام ولا مش تمام؟ انت هتاخد الموضوع ده مش كتير قوي، لان اصلا العمليات بتاع الامتحان بتاعك كلها ام سي كيو، مش هتلحق تقرا حاجه. انما احنا عندنا في امتحان مطول كده، انت واخد بالك، يخش ايه يفتكر ها يكتب ايه، انت واخد بالك حاجه. فدي بتبقى عندنا كتير قوي. تمام؟ خلاص؟ السباسات اللي بتبقى من ثلاثي في 10 لايه؟ لنمبر واحد. انا كده خلصت الموضوع. انا يهمني بقى طبعا لما هنيجي يا اولاد في الامتحانات، الامتحان بتاعنا طبعا ام سي كيو، لازم ايه؟ يا اما اكلمك عن الريليشن، يا اما اقول لك ايه؟ ها؟ اللي فاتت دي الريليشن بتاعتك. خلاص؟ فانا عاملها بطريقه ايه؟ بطريقه مرضيه، اللي هي انت اول حاجه اللي فاتت سبريد. خد بالك، هي بتروح فين يا اولاد؟ ها؟ اول حاجه اللي فاتت سبريد لو في كانسر بلادر، خلاص؟ بنروح لحاجه اسمها بري فيزرال ها؟ او بري فيزيكال ليف نود. البري فيزيكال ليف نود اللي هي دول اهو. ادي البريف سايكل انفلوم، خلاص؟ بعد كده تخش على الانترنال ايليك. ومن الانترنال ايليك ممكن الانترنال ايليك والاسترنال ايليك. بعد كده تروح على الكومال ايليك، صح كده ولا صح؟ ليمف نود. ومن الكومال ايليك ليمف نود تروح للبارا اورتك ليمف نود. فين البارا اورتك ليمف نود؟ ادي البارا اورتك ليمف نود. خلاص؟ ومنها على يا اما تروح على ثراسك ده، يا اما تروح لفين يا اولاد؟ ها؟ يا اما للليمفاتيك ده، صح كده ولا صح؟ معايا؟ يا اما الاخر هتروح اللي فيه حاجه اسمها ايه يا اولاد؟ سوبرا كلافيكرا. ودي بقى دي نهايه، دي اول ما تلاقي الليمف نود دي تعرف ان الراجل ده خلاص هيتكل على الله. خلاص؟ دي اللي هي بيسموها اولاد فيكاو جلاند او فيكاو جلاند. خلاص؟ اللي هي اهو ادي السوبرا كلافيكرا الليمف نود اهي. ده مكان السوبرا كلافيكرا الليمف نود. خلاص كده يا دكاتره؟ ده بالنسبه للكانسر. خلاص؟ طيب هل في دايركت سبريد؟ في دايركت سبريد. خلاص؟ معايا؟ طيب دايركت سبريد يا اما يا اما في السوبيريو تطلع تعمل على مين؟ ها؟ على اليوترس، على البوستيريو، على الفاجينا، ده في الفيميل. بالنسبه للميل تروح على فين؟ ها؟ يا اما تروح للسمول انتستين، يا اما تروح للايه؟ للبروست. خلاص كده؟ او الريكتر. تمام كده يا دكاتره؟ ماشي يا دكاتره. ومنها للايه؟ للثراسيك. هو في بعض الناس خد بالك، انت واخد بالك بتوع الجراحه، يقول لك ايه؟ في الدايركت في البوستيريور سيرفيس لان فيها فات من ورا، فما بتخشش دايركت سبريد من جوه. انت واخد بال حضرتك؟ يعني من البوستيريور بتبقى بطيئه شويه غير السوبيريور. انت واخد بالك؟ ده بالنسبه للايه؟ للكانسر بلاندر. طيب في ابلايد اناتومي، في ابلايد اناتومي هنتكلم كلمتين كده بسيطه. اول حاجه اولاد، في عندي اول حاجه البلاندر بين. البرادر بين زي ما اتفقنا بيجي منين يا اولاد؟ من اس 2 و3 و4. خلاص؟ طيب المشكله في الاس 2 و3 و4 تلاقي البي التيب اوف ذا بينس بياخد من اس 2 و3 و4، فممكن الوجع بتاع البرادر بيوصل راديتد لغايه التيب اوف ذا بينس. ها؟ او الليبيا ميجور. خلاص؟ فتلاقي الست عماله عندها وجع سوبرا بيوبيك، ها؟ وتوصل ها؟ لما تسالها كلها في وجع في الليبيا ميجورا؟ تبقى عارف ان عندها يورينال بلادر في انفلاميشن في الايه؟ اليورينال بلادر. خلاص كده دكاتره؟ ماشي؟ لو لقيت الوجع سوبرا بيوبيك وواصل للتيب اوف ذا بينس يبقى معنى كده ان ده الراجل ده عنده يورينال. خلاص كده؟ احنا زي ما اتفقنا البلادر سويلنج احنا قلناها الصبح المره اللي فاتت. الترمينال هيماتوري لما تلاقي العيان يحصل له لما يجي يتبول ولادي، لما يجي يتبول في الترمينال وينزل لي دم. ودي دايما يا اولاد عندنا ان شاء الله في تعرفوا مثلا في مصر عندنا البلهاليزيسز كتيره قوي. البلهاليزيسز عندي نوعين، انت واخد بال حضرتك؟ في
في بتبقى في منطقه اليورينال تراكت عندك، وفي في الايه؟ في الدايجست. خلاص في اليورينال تراكت يا اولاد تلاقي العيان بيشتكي من ان ايه؟ في تيرمينال هيماتوريا. تيرمينال هيماتوريا ليه؟ لان بيقول لك ان البيض بتاع البلهارسيا يا اولاد، البيض بتاع البلهارسيا بيبقى له شوك. الشوكه دي لما البرادر بتعمل كونتراكشن تقوم تنزل الايه؟ الدم بتاعها، انت واخد بال حضرتك؟ عشان كده بتلاقي في تيرمينال هيماتوريا. الريليشن ترايبل زي ما اتفقنا، ها، يا اما بالستون يا اما بالانفلاميشن، يزود لك الفريكونسي اوف ايه؟ يوريليشن. خلاص؟ طيب الريليشن هل ممكن تكشف عليها؟ تكشف عليها، ممكن في الفاجينا من ناحيه الفاجينا، او من ناحيه لو هي بنت ممكن تكشف عليها من ناحيه الريكتر، بيبقى مانيوال طيب كده من فوق ومن تحت. نعم؟ نعم؟ الميل والفيميل، ما انت ممكن الفيميل تكشف عليها برضه من ناحيه الارز. ممكن وقت تكون واحده بنت، تكون بنت بنوت مش متجوزه وعاوز تكشف على اللبن من ناحيه الريكتر، تقوم تحط صباعك في الريكتر وتبص على ايه؟ على ايدك من فوق. تمام يا دكاتره؟ ده بالنسبه لمين؟ يمشي للصفحه الاسبانيه دي اخر حاجه، خلي بالك خليك معايا يا دكاتره. البلادر يا اولاد لما بيحصل لها ربشه، ممكن يحصل لها ربشه يا اولاد من ايه؟ من قدام. لو حصل فيه فراكشر للبيفيز، او حصل واحد ايه؟ خد سكينه في السوبرا في السوبيريور بتاع السيرفيس بيوتي. خلاص كده؟ طيب خليك معايا يا دكاتره، يا دكاتره خليك معايا ماشي يا دكاتره. خلاص ده ممكن يحصل فيه رابشر من ايه؟ من بره. خلاص؟ طب لو رابشر في السوبيريور سيرفيس، خلي بالك لو رابشر في السوبيريور سيرفيس هي ريليتد للايه؟ ها؟ للبروتونيه، فيبقى ايه؟ ها؟ خلي بالك هيبقى الرابشر هنا يخش على الانترا بروتونيه، يبقى الانترا بروتونيه. خلي بالك يعني لو حصل في السوبيريور، لان السوبيريور فوقيها ايه يا اولاد؟ السمول انتستين، والسمول انتستين بتبقى جوه البروتونيه، هي بتبقى بره البروتونيه. معايا ولا مش معايا؟ فبيحصل ايه يا اولاد؟ ها خلي بالك البلادر بتبقى متغطيه من فوق بالايه؟ بالبروتونيه، صح كده مش صح؟ معايا ولا مش معايا؟ خلاص؟ طيب انما مش داخله جوه البروتونيه، فلو حصل رابشر هيتقطع معاها البروتونيه ويبقى البول يخش جوه البروتونيه، يبقى انترا بروتونيه الرابشر. خلاص؟ انما في البوستيريور، في البوستيريور والانفيريور بيبقى بره، ما جاش جنب البروتونيه، فبيبقى اكسترا بروتونيه. دي الفرق، عاوزك تفرق عشان تبقى عارف الفرق ما بين الايه؟ ها؟ الرابشر بتاع السوبيريور، ها، سيرفيس، والرابشر بتاع الانفيريور سيرفيس والبوستيريور سيرفيس. الانفيريور والبوستيريور سيرفيس ده بيبقى اكسترا بروتينيه، بعيد عن البروتينيه خالص. انما المشكله في السوبيريور سيرفيس لانها دايركت ريليتد للبروتينيه، لو فرقعت هفرقع معاها الايه؟ البروتينيه، فيخش جوه البروتينيه فيبقى انترا بروتينيه. فهمتوا ولا ما فهمتوش يا دكاتره؟ دي اخر حاجه كنت عاوز اقولها لكم. وصاروا قريبين، حد عاوز حاجه تاني؟ هنبقى نتكلم ان شاء الله المره اللي فاتت على اليوريزم.